بنرحب بكم في فقرة خاصة عن التجميل وبنقدم منها جهاز كافي سبا. جهاز كافي سبا احنا بنقدمه النهاردة من الماركة اليابانية الشهيرة جدا واللي بتقدم كتير من منتجات وأجهزة التجميل وأيضا أجهزة الرياضة اللي بنهتم بيها بصحتنا وطبعا بنصحح بيها شكلنا، بالإضافة كمان إلى إن هي خبرة شركة يمان اليابانية خبرة 30 سنة في مجال صناعة الجمال. مش بس كده، كمان بتقدم كل الحلول وأيضا الأجهزة المصنوعة بتقنية متطورة وبتكنولوجيا عالية جدا علشان تستخدميها بمنتهى السهوله بمنتهى الخصوصيه عندك في المنزل. لهلا ما عرفناهم شو نحن مقدمين رانيا، خليني اخبركم ان اليوم نحن مقدمين جهاز كافي سبا. بس قبل ما نحن نحكي عن الجهاز خليني اخبركم انه مناسب للاستخدام من قبل الرجال ومن وكمان السيدات، واول ديفايس بالعالم ووتر بروف ضد الميه، بتستهدفه في اهم ثلاث مشاكل اي سيده رانيا بتعاني منها سواء كانت نحيفه او عندها وزن زايد. مين فينا ما بيعاني من احدى المشاكل اللي راح اذكرها هلا؟ مشكله السيلولايت، الدهون اللي بتكون متراكمه في منطقه معينه من الجسم. كمان عندنا المشكله الثالثه اللي لما بنضعف بالوزن بصير عندنا الجلد مترهل، ساج سكين، هيدي مشكله كمان كلياتها بنعاني منها. في منتج واحد بس راح يخلصنا من هيدي المشاكل كلياتها وهو كافي سبا اللي نحن مقدمينه لكم اليوم، اللي بيستخدم ثلاث تقنيات كتير متطورة مع بعض. بيستخدم تقنية الراديو فريكوينسي، بيستخدم تقنية السونيك أو الألترا ساوند، وكمان بيستخدم التقنية الثالثة اللي هي تقنية الـ EMS. ولكل سيدة هتحب ان هي تحصل على جهاز كافي سبا هتحصلي على الجهاز الاساسي زي ما احنا شايفين مع بعض، بالاضافة لطبعا المسند بتاع الستاند اللي احنا بنسند بيه الجهاز، كمان بيكون موجود معاه التشارجر، بالاضافه لكتيب التعليمات باللغه العربيه والانجليزيه اللي بيسهل عليكم الاستخدام. بنقدمه النهارده ضمن فرصه الاسبوع 7 دي ديل، وبيكون عليه تخفيض 20%. بنقدمه بسعر 1508 دولار بدل 1508 ريال سعودي بدل سعر 1886 ريال سعودي، وكمان العرض ساري لحد 13 ديسمبر. سيلولايت، دهون متراكمه، وكمان عندنا مشكله الترهل بالجلد. هذيل الثلاث مشاكل بنقدر نستهدفهم بديفايس واحد بس وهو عباره عن كافي سبا. كافي سبا كمان اذا انتم عم تعملوا علاجات في تقنيات متطوره رانيا بالسوق مثل الزيرونا مثلا، كم واحده منكم عملت زيرونا وبدها تعمل مثلا جلسه كل شهر لحتى تعمل متابعه وتحافظ على النتائج، ما في داعي تروحي مثلا تحطي لك شيء 1500 ريال سعودي، فيكم ان انتم تستخدموا كافي سبا. وخلينا نشوف النتائج مع بعض رانيا، نشوف عن جد قديش انها مذهله. فعلا نتائج مذهله بنشوفها على الترهلات اللي بتكون موجوده على منطقه الذراعين، قد ايه بتختفي تماما مع كل التقنيات الثلاثة اللي احنا بنحصل عليهم مع جهاز كافي سبا، بالإضافة كمان للترهل اللي دي منطقة بتكون سخيفة جدا على فكرة، منطقة الوسط ومنطقة الجناب اللوف هاندلز بتكون متعبة، حتى كمان منطقة البطن بتقدري تنحفيها بثلاث تقنيات مع جهاز كافي سبا. يعني فعلا نتائج ملحوظة وهيكون عندك الجهاز طول العمر يعني في المتناول. ايه يعني استخدام منزلي فيكي انت واختك، وعلى فكرة لما قريت عنه هو مدى حياته 15 سنة، يعني واو. 15 سنة بيضل عندكم بالبيت يعني شفتي كم جلسة تقدري تدفعيها يعني. إيه وما في داعي نستخدم معه شيء، يعني فينا نستخدمه مع حيالله ميه او جل عنا، بس طبعا اكيد يفضل جل التنحيف. خلينا نحكي هلا على التقنيات. التقنيات، اول تقنيه هتكلم عنها اللي هي زي ما احنا شايفين في ثلاث تقنيات مختلفين. اول تقنيه هي الار اف، بمجرد ما احنا بنضغط على زرار هنا الار اف ده الموجود نضغط عليه تشتغل عندنا التقنية، وفي كمان ثلاث مستويات. الار اف هي بتساعد على انها توزع الحرارة العميقة للجلد وبتسخن الجلد في نفس الوقت، والحرارة دي بتساعد على ان هي تتوغل جوه اعماق خلايا الدهون وبتساعد على انها تفتتها، فبالتالي الار اف اللي هي راديو فريكوينسي بتساعد على ان هي تخليكوا تتخلصوا من الدهون. وكمان في هنا برضو ثلاث مستويات، بمجرد ما احنا بنضغط ده المستوى الاولاني، بنضغط على الزرار ده بيكون عندنا المستوى الثاني، وكمان الزرار الاخير بيضغط عندنا بنضغط عليها بيطلع لنا المستوى الثالث والاخير. احنا هنشوف هلا قديش انه الحراره بتوصل بمستوى كثير مركز على البشره. شوفوا هون لما سووا هيدا الاختبار، هذه هي النتيجه، هذه هي الحراره اللي بتوصل الى البشره من دون ما تاذي السطح الخارجي. عن جد نتيجه كثير فعاله. وخلينا اخبرك رانيا انه كل الاجهزه اللي بتكون موجوده بالسوق اللي نحن بندفع عليها الافات، صح، اوكي، بتكون فيها تقنيه واحده. هون عندنا ثلاث تقنيات مختلفين. التقنيه الثانيه اللي هي تقنية، خليني أفرجيهم هون، تقنية السونيك
هي على فكرة خليني أخبركم تقنية السونيك، سوري لأنه مش متحكمة، تقنية السونيك هي عبارة بندوس عليها. اوكي تقنية السونيك بس دست على هيدا الزر، هو ما فيها ليفلز، هيدي التقنية بس بندوس على زر ذاتس ات. شو هي تقنية السونيك؟ هي عبارة عن تقنية التفريغ. شو التفريغ؟ نحن بنعتبر ان الدهون إلى بيت، وين البيت تبع الخلايا، فشو بنعمل؟ بنطرد الدهون يلا برا. كافيتيشن هي عباره عن عمليه تفريغ، بتشيل الدهون من الخلايا، بتمشي بمجرى الدم وبيتم التخلص منها بطرق كتير كتير طبيعيه. فنحن ما بنأذي الجسم باستخدام هيدا الديفايس، هو كتير 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 100% امن الاستخدام. كمان خلينا نخبر كل اللي عم يتابعونا ان الكافيتيشن مثل ما حكينا هون هي تقنيه جدا جدا متطوره، فينا نستخدمها بكل سهوله، وهي نفس التقنيه اللي هي موجات الفوق الصوتية اللي بيستخدموها لحتى يعملوا السونار للبيبي. خلينا ننتقل هون يعني الالترا ساون على فكرة بتكون مهمة جدا لكل يلا بتكون مهمة جدا وبتكون كمان أمنة على الجسم، فبالتالي يعني بتحصل على نتائج وفي نفس الوقت جهاز موفر جدا في الاستخدام، موفر جدا في السعر. الحلو فيه كمان ان هو وايرلس، يعني ما في ابدا، شوفوا انا عم شغله هون وايرلس، يعني ما في ابدا اي وايرات بالديفايس، فيه امسكه هيك بكل سهوله، بقدر ان انا اشتغل فيه على الجسم، كثير خفيف الوزن، ما بيضايقني ابدا. اوكي فهون عندنا، خليني افرجيكم ثلاث تقنيات، عندنا تقنيه السونيك انا مشغليتها، عندنا التقنيه الثانيه هي تقنيه الاي ام اس هشغلها والاكيد رح نحكي عنها بعد شوي، الار اف رح شغلها هون، يعني نقدر نشغل الثلاث تقنيات مع بعض exactly. ونستفيد بكل النتائج في مره واحده، مش بس بنركز على تقنيه واحده او على برنامج واحد. هون انا حتى على اعلى مستويات، معنى هيك ان الديفايس شغال. خليني اثبت لكم ان الديفايس شغال. رح اخذ هشغل الجهاز الثاني. لا رح اخذ هاي ميه، انا كنت شغله بس انطفى. يعني الجهاز فيه ثلاث تقنيات شوفوا مختلفه، معنا هون. شايفين الاهتزاز كمان بتاع الاي ام اس تكنولوجي، شوفوا معنا هون، شايفين شو عم يصير؟ بيحصل اهتزازات، ما عم حرك ايدي، لاحظوا بديك يعني بديكم تشوفوا انا ما عم حرك الديفايس هي ابدا، على فكره اوكي ما عم حرك الديفايس ابدا، هيدي النتيجه، هيدي هي قوه الترددات اللي موجوده بالديفايس، معنى هيك ان الديفايس شغال عم يعطينا نتائج كثير فعاله، عم نحصل على كل الخواص تبع الثلاث تقنيات الى داخل اعمق طبقات الجلد، وبنتخلص من الدهون بطريقه كثير فعاله. هيدا الديفايس مثل ما قلت لكم ووتر بروف، بقدر بحطه تا 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 يعني امن كده كمان في الاستخدام. شغال شغال وهو في المي، كل الادويه شغاله، معنى هيك وحتى ايدي قديش انه هو سيف 100%، حتى لو عندكم اطفال بالبيت، تقنيه جدا متطوره، كلكم رجال نساء فيكم تستفيدوا منها. يعني فعلا جهاز مميز جدا. ولو بنتكلم على التقنيه الثالثه اللي احنا حابين نتعرف عليها، وهي تقنيه الاي ام اس اللي احنا شرحنا عليها دلوقتي. اي ام اس اول ما احنا بنضغط هنا بنشوف مكتوب الاي ام اس، بنضغط عليها بتشتغل التقنيه، فيها ست مستويات مختلفه على حسب قوه تحمل الجسم. اول حاجه ليفل 1، بنضغط هنا ثاني بيبقى ليفل 2 3 4 5 6 اخر ليفل، يعني ست مستويات مختلفه هتقدري ان انت تحصلي عليهم مع جهاز كافي سبا. نتكلم على تقنيه الاي ام اس تكنولوجي. اي ام اس تكنولوجي هي بالظبط بتقلد حركه التمارين الرياضيه اللي انت بتعمليها في الجيم عن طريق الاهتزازات اللي احنا شفناها من شويه، فهي بتعمل انقباض وانبساط لكل العضلات، وده اللي بيساعد في النهايه على ان هو يشد الجلد. طبعا اي ام اس تكنولوجي مطلوبه جدا وموجوده في كتير من الاجهزه الرياضيه، علشان كده شايفين انه جهاز كافي سبا اللي صنعته شركه يامان اليابانيه بتقدم ثلاث تقنيات في جهاز واحد، ومنها برضو تقنيه الاي ام اس تكنولوجي. يعني مش هيكون عند الجهاز في تقنيه واحده ثلاثه، بالاضافه كمان هنا لان المساحه بتاعت الجهاز كبيره فبتغطي اكبر كميه من الجلد، وبتشوفي بعدها نتائج فعلا كل سيده حابه انها تشوفها، تتخلص تماما من السيلولايت، تتخلص تماما من الدهون المتراكمه في منطقه واحده من الجسم وبتكون مزعجه ليها. كمان اخر حاجه هي عمليه ترهل الجلد اللي مع فقدان الوزن او مع زياده الوزن بنحس بيها. هلا خلينا هون معنا هون دينا، رح نفرجيكم قديش قوة الجهاز على البشرة. طبعا نحن بننصح انه يستخدم معه جل تنحيف او مية، يعني فيكم تستخدموه حتى بالشاور. فهون انا عم بستخدم كاميلا، طبعا هيدا منتج من منتجاتنا، فيكم اكيد تتسوقوا كل مواقع التواصل الاجتماعي تبعنا على الفيسبوك وكذا وتتعرفوا اكثر على كل المنتجات. بتحطوا الجل على المنطقة اللي انتم بدكم تعالجوها. هون مثل ما نحن شايفين دينا عندها مشكلة
الترهل بالجلد لان هي شويه كانت عم تعاني بزياده بالوزن وضعفت. الديفايس هون شغال بس بحطه، شوفوا معنا شو عم يصير. واحنا مشغلينه على الاي ام اس تكنولوجي، ايه، او حتى كمان نقدر نشغله على ثلاث تقنيات مع بعض وبرضه هنشوف النتيجه. شايفه معي؟ شايفه شو عم يصير هون؟ انا شايفه اللي هي الترهلات او منطقه الجلد نفسها زي بيحصلها انقباض وانبساط. تاني خلينا نعيد لنفرجيكم، شايفه هون شو عم في زي بالز بيحصل. ايه، هيدي هي الاهتزازات اللي عم نحكي عنها، هيدي الاهتزازات فينا نحصل عليها. شايفه هون؟ شفتها. شايفه هون شو عم يصير؟ واضحه. هيدي هي الاهتزازات، هيدي النتيجه الفعاله، كانك عم تلعبي رياضه بس بطريقه كتير ومنه مزعج ابدا. شوفي دينا ابدا منه مزعوجه. خلينا نرجع نذكركم التقنيات اللي عم نحكي عنها، تقنيات جدا متطوره بس تستخدموها كلياتها مع بعض شو رح نستفيد. نحن عندنا ثلاث تقنيات، هلا رح نشوف الفيديو. او هذا هو طبعا كافي سليم اللي شكله كتير كتير متطور، بيتميز بوجود ثلاث تكنولوجيا كتير متطوره. عندنا اول شيء الموجات الكهرومغناطيسيه، كمان عندنا الاي ام اس، عندنا السونيك، ثلاث تقنيات مختلفه بتساعدنا نحن نحصل بمجرد نحصل على نتائج كثير فعاله. بمجرد ما نحن نستخدمه على البشره، اذا استخدمنا الموجات الفوق صوتيه شو بيصير؟ بتوصل الى داخل طبقات البشره وبتساعدنا ان احنا نتخلص من مشكله السوليلايت وان احنا نفرغ الدهون من الخلايا. اما بالنسبه للار اف مثل ما حكيت هي عباره عن حراره توصل بتفتت الخلايا، الاي ام اس بتحرك هيدي العضله وبتشد الجسم وتعطينا هيك جسم كثير مجهود كان احنا عم نلعب رياضه. شوفي معي لو استخدمنا نحن ثلاثه قديش التاثير الثلاثي بيكون على البشره. هذه هي النتيجة اللي نحن بنحصل عليها باستخدام كافي سبا، منتج لازم يكون عند أي سيدة أو أي رجل بيحلموا بجسم مثالي. أنا اشتريت ميسة خلاص، أنا أول واحدة. يلا أنا أول واحدة اشتريت جهاز كافي سبا. خلينا نقول نعدي هنقولهم طريقة الاستخدام. أهم حاجة طريقة الاستخدام، لازم الجلد طبعا يكون نظيف تماما. بعد كده بنحط الجل، بعد ما بنحط الجل بنعمل التقنية اللي أنتم بتختاروها من ثلاث تقنيات المختلفة. وآخر حاجة ما ينفعش إن احنا نحط أو بعد ما ننتهي من الجلسة بتاعتنا ما نحطش أبدا أي من مستحضرات التجميل علشان نسيب طبعا التقنية تشتغل مع الجل اللي احنا بنحطه بيتوغل داخل أعماق خلايا الدهون وبالتالي بيدينا النتيجة المظبوطة. وزي ما بنشوف دلوقتي على الصور فعلا نتائج مطلوبة جدا، كل سيدة هتقدر ان هي تحصل عليها بشكل سريع. نحن عندنا يعني بشكل سريع خلينا خبر كل اللي عم يتابعونا، نحن بنستخدمه 10 دقائق لكل منطقة من مناطق الجسم، ما بيتعدى يعني مدة العلاج 30 دقيقة، بيستخدم لكل الأماكن بالجسم بس أهم شيء ما بنيجي منطقة السرة، كمان لا منطقة الصدر لا الراس ولا الرقبة، هذول ثلاث أماكن صعب ان احنا او مش مفروض ان احنا نقرب لهم. كمان السيدات والرجال من كل الأعمار فيهم يستخدموها أكيد بعد سن البلوغ، لكن السيدات الحوامل المرضعات او بفتره الدوره الشهريه مش ما يفضل ان هم يستخدموا الجهاز لانه ما راح يستفيدوا من الخواص تبعه. بشكل سريع في كتيب في كل التعليمات، هلا راح نشوف بعض التعليمات المذكوره مثل ما انتم شايفين، حتى طريقه الاتجاه اللي لازم تستخدموها مذكوره عندنا بالكتيب المرفق بكافي سبا اللي هو بيعطينا نتائج كثير فعاله. كافي سبا هو الحل المثالي لاي رجل او اي سيده بيحلموا ببشره او بيحلموا بجسم كثير مجدود، بيتخلص من ثلاث مشاكل. خلينا نشوف هون، وداعا للسيلولايت، وداعا للدهون الموضعيه، وداعا للترهلات، فهو مناسب للرجال والسيدات. شركه يامان مقدمه لنا كافي سبا، طبعا مثل ما شايفين هذه هي المجموعه كليات اللي رح تحصلوا عليها، عندنا الجهاز، المسند، عندنا التشارجر وعندنا المانيوال، كل هيدا بيجيكم بهيدا البوكس، طبعا نحن مقدمينها لكم بسعر كثير مثالي ضمن فرصه الاسبوع. خليني اخبركم رقم المنتج بالبدايه 541190، فرصه الاسبوع 1508 دولار بدل 1000 ريال سعودي بدل 1886 ريال سعودي، لانه عن جد قديش انه التقنيات وقديش انه هو متطور، بس ما توقعت انه يكون ابدا بهيدا السعر. نتيجه كثير مثاليه فيكم تحصلوا عليها. لهون رانيا انا وانت بيكون خلص وقت هذه الفقره طبعا، وطبعا استنونا الاسبوع الجاي وفقرات كثير مختلفه ومنتجات مختلفه. اعجبكم المنتج؟ اضغط على اضافه في السله.